مرحبا، معكم غيدة مرزوق، واليوم بصيرني أعرفكم أكثر على فنانة عم ترسم من سنوات طويلة وعم تعلم حتى الرسم، إنما اليوم حبت تشارك بمعرض عم بيصير ببيوريا، وهو عم بيكون البروسيدز تبعوله كلها للبنان وخاصة للطاقم الطبي بلبنان. اليوم رح نتعرف أكثر على زينة نادر. زينة مساء الخير. مساء الخير غيدة، كيفك؟ الحمد لله الحمد لله، يا اهلا وسهلا فيك. اليوم فعلا من بعد هالسنوات الطويله بالعمل الفني وهاللوحات الجميله اللي عم نشوفها وراكي، راح نعرف المشاهدين اكثر عليك من خلال اعمالك، وايضا من خلال هلا وصولك للمشاركه ان شاء الله بمعرض بيوريا بالينوي اللي راح يصير ان شاء الله ببدايه يعني مع نهايه شهر نوفمبر الحالي. خلينا شوي نخبرهم شوي عن زينة من بدايه عملك بالعمل الفني ووصولا لليوم. أنا خلقت بجو فني، يعني عائلتي، بي، أمي، خي، كلنا بالبيت عنا ميول للفن كتير قوي، وهيك كبرت وهيك ربيت. عم بسمع بي حاطت موسيقى وعم بيرسم، وكبرت عم شوف الفن حوالي، فكان شيء طبيعي إنه لح يعني عيش بهالجو وأكبر بهالجو. وعملت دروس سمعية بصرية ومسرحية، هذا كله خلاني طور هالشغف اللي عندي إياه بالرسم من أنا وصغيرة، لأنه الرسم كان بالنسبة لإلي شيء طبيعي، يعني طريقة تعبير. مزج كل هالفنون خلاني أوصل لوقت أنه صار الرسم بالنسبة لإلي والتلوين يعني شغلتي، صرت عم بشتغل كبروفيشنال. نعم. وصرت أنه أول شيء كانت هواية بس صار في طلب، وصاروا بلا شو بتعرف الناس اللي حوالي أصحابي يطلبوا بدهم يشتروا لوحاتي، وصرت أنا حسيت أنه لا، لازم طور هالشي بعد أكثر. فصحيح أنه كان عندي يعني كان عندي هيدي يعني الله عطيني هالنعمة، صحيح فيها الموهبة بالأول، بس طبيعي لما بلشت مبنية أكثر وبلشت تدرسيها أكثر حتى بالجامعة يعني اكيد تطورت، ومن بعدها انت حتى صرتي تعطيها للطلاب من خلال تعليمك كمان ماده الفن يعني كمان للطلاب. علمت الرسم، علمت المسرح، علمت اللغات، وعلمت الرسم بأجواء ثيرابوتيك، يعني كنت ساعد ناس عندهم مشاكل، يعني كانوا يتعاطوا بالكحول وبالدراغز، وكنت كمان علم الناس عندهم مشاكل ما كانوا يسمعوا منيح. فكل هالجو الفني بيساعد، بيخلي الإنسان ينبسط، والفن هو ثيرابي. فعلمت بهالأجواء، وبعدين صار عندي تلاميذ عندي، صرت أعلم بالستوديو عندي، ووصلت لوقت أنه كمان ما بقى عندي كتير وقت أعلم هلأ، لأنه عم بشتغل فول تايم كرمال فني. أكيد، وهون عم شوف كمان يعني شاركتي بعدد كتير كبير من المعارض يعني الفردية والجامعية بلبنان وخارج لبنان، وهالمرة وصولا إلى بيوريا مثل ما قلنا، هالمعرض اللي راح يصير وراح يكون ريعه كله لمستشفى رزق التابعة واللي هي جزء من الاليو ميديكال سنتر بلبنان اللي تضررت للأسف بشكل كتير كبير بخلال انفجار 4 آب المجرم اللي صار العام الماضي. خلينا نحكي كمان عن اللوحات وتعدد اللوحات، استعمالك للمواد كمان اللي بيصير يعني، وكمان أنتو عدد كبير من الفنانين راح يكونوا موجودين ضمن هالمعرض. لما بتشوفي كمان الناس لما بفوتوا على معرض جماعي، قديش بتشوفوا كمان هالاختلاف بين فنان وآخر، وبشوفوا كمان اختلاف المواد بيناتكم؟ ليكي هذا الشيء بيخلي الفن بشكل عام يصير أغنى، ونحن عم نخلي الفن بلبنان ومن لبنان يكون هيدي الشغلة الغنية والحلوة اللي عم بتعبر عن شيء حلو، شيء إيجابي ضمن كل هالمأساة اللي عايشينها وهالحالة الصعبة اللي عايشينها. فهذا شيء كتير حلو إنه عم نقدر نحن، أنا اللي بعرف أعمله هو الفن،
بقى عم جرب بطريقتي الخاصة انه عبر انه انشر رسالة جميلة من لبنان وللبنان. واكيد المعرض اللي هلا راح يكون ببيوريا هو معرض لريعه انساني مثل ما قلتي، وهون هذا شيء كثير حلو انه نحن عدد كبير من الفنانين مشتركين بفضل دكتور كرم اللي استضفتيه من صحيح. ودكتور كرم هو اللي قام بهالمشروع وهاللي طلع بهالفكره وهاللي حمل لوحاتنا ووصل فيهم لهونيك، ويعني هذا شيء كثير حلو انه قدرنا اليوم نحن نحط لوحاتنا بمتحف accredited، يعني مش يلا متحف، وبامريكا بالولايات المتحده. انا كثير عرضت برات لبنان، اشتركت بكثير معارض ان كان بنيويورك بفرنسا بالغران بالي كندا بروما لندن، برمت كتير بلوحاتي، بس هيدي أول مرة بكل فخر رح كون عارضة بمتحف ومش لوحدي. يعني هيدي القوة، قوة المشاركة الجماعية اللي كل فنان عنده شيء يعبر فيه. في عنا الفن، أنا مثلا معروفة بالفن التجريدي abstract art، هيدي طريقة تعبير. تعرفي قطعت بكذا فترة بشغلي يعني خلال السنين، بس وصلت لطريقة تعبير خاصة فيي بتخليني أعبر عن جد عن شعوري الداخلي وعن كل هالأحاسيس القوية اللي بدي أعبر عنها من خلال هالفن التجريدي. بس معي ويعني رح نكون عارضين، رح يكون في فنانين من جميع الـ يعني بيعرفوا يعملوا، كل واحد بيعمل شيء، وعنا منحوتات وعنا فوتوغرافي. هذا كله مثل ما قلت لك بيعطي غنى لهالمعرض وبيعطي غنى للفن اللبناني بحد ذاته. صحيح صحيح. ومثل ما ذكرت يعني هون هالمرة هالتنوع اللي موجود بمعرض بيوريا، يعني أكيد الفضل الكبير، وأنا برجع بوجه له تحية كثير كبيرة لدكتور توني كرم، وأيضا لكل فريق العمل اللي اشتغل بمعرض بيوريا، وخاصة أنه بهالمتحف الأكريديتد مثل ما قلتي. كمان رح يكون في عرض موسيقي والبيانو لدكتور توني كرم، رح يكون في لوحات لإليك لفنانين كثار مثل بسام ملحم، مثل أيضا كمان فيلم بيروت دي أفترماث المخرجة كمان فادية أحمد. بقى فعلا رح يكون في تنوع كتير كبير بخلال هالمعرض اللي كنا بانتظاره إن شاء الله، واللي رح يكون في ستريمينج لايف أيضا للكونسرت لدكتور توني كرم بخلال المعرض ب 19 ديسمبر تقريبا رح يكون الحفل. كمان بدي أقول هوني بالنسبة لموضوع الأرت ثيرابي، يعني كمان بنعرف قديش مهمة جدا، يعني من هني وصغار بنعرف إنه الأولاد حتى لما بدهم يخبروا مشاكلهم أو بدهم يحكوا قصصهم بنعرف قديش دايما بيقولوا لهم خذوا هاي ورقة وقلم ارسموا وعبروا شو عم بتحسوا. هذا شيء أكيد بخلي الشخص المعالج يقدر يفيدهم بشكل أكبر. وأيضا هون لما عم تحكي عن أشخاص عندهم مشاكل كحول، مشاكل مخدرات، وأيضا للأسف الشديد مشاكل تروما، يعني حتى 4 آب كان تروما بحد ذاتها لكل الناس شو ما كان عمرهم قطعوا فيها، إن كان للأسف الأشخاص اللي فقدوا أعز ما يملكون من أشخاص أو إصابات أو بيوت، كل هدول الأشخاص حيالله حتى سمع الانفجار صار عنده تروما. بقى هون كمان قديش صعوبة هالشغل عليكم أنتو كأشخاص تشتغلوا بالفن وبالمعالجة من خلال الفن. ليكي في صعوبة كتير كبيرة لسبب واحد، هو أول شيء أنه نحن عم نشتغل يعني بجو كتير صعب. يعني ما تنسي نحن هلأ أنا تعذبت لحتى أقدر أتواصل معك لأنه الواي فاي عندي مش كبيرة، يعني ديجا عنا مشكلة الواي فاي، عنا مشكلة الكهرباء. أنا اشتغلت كان عندي معرض سولو من 3 أسابيع حضرته خلال شهر آب، 15 لوحة كبيرة اشتغلتهم بالستوديو عندي بلا كهرباء بلا موتور بلا اي سي بنص دين الشوب. يعني في صعوبة ديجا بطريقة الشغل يعني. بس من ناحية تانية تجاوبك على سؤالك، الفن بيخليك تنسي كل شيء، الفن بيخليك تسافري تروحي على غير عالم، تنسي بتصيري مثل ببابل على بمحل مسكر، انت بتخلقي وبتصيري مبسوطه لانه عم تخلقي شيء وعم تعطي شيء وعم بتسافري وعم تنسي الدنيا وبتحمي حالك من كل هالجو المتشائم اللي حوالينا.
هيدا اللي أنا بعيشه، وهيدا اللي بحب إنه وجهه وابعته ل يعني هذه طريقة تعبيري. بدي إنه أنا من وراء لوحاتي أقدر أبعت رسالة فرح، رسالة إيجابية، لأنه بالنهاية أنا بالنسبة لإلي الفن هو شيء حلو، لحتى لو إنه عم بيطلع من حزن من صعوبات، بس النتيجة تبعيته حلوة، وهذا اللي عم نجرب نعبر فيه. قولي كمان، لا تفضلي كنت بتقولي شيء. كنت بدي اقول لك كمان، لانه جبت سيره المعرض الكونسير تبع دكتور كرم، خلال يعني الوقت اللي رح يكون عم بيعزف، انا في 16 يعني في بدي اعبر عن عبرت عن هالمعزوفات اللي دقن من خلال لوحاتي. بقى هون صار شيء جديد وشيء كتير حلو، ما رح احكي عنه كتير، بس خليت وصلت من خلال الموسيقى الكلاسيكية الى التعبير الفني الانطباعي بالرسم، وهذا كانت مشاركة حلوة كتير بين فنان عازف وبين فنان بيرسم. وهون كمان وصلنا على شيء حلو، يعني قدي الفن بيخليك توصلي على محلات بعيدة، وبيخليك تكوني فرحانة من وراء هاللي بتعملي. فعلا هذا الشيء يعني مثل ما قلتي بفرح كثير، وهون راح يكونوا كل الناس بانتظار ان شاء الله هالمعرض وايضا هالحفل الموسيقي ايضا لدكتور توني كرم. كمان انت شو ابرز الموارد اللي بتشتغليها كمان زينة؟ يعني انا بشتغل الاكريليك بينت، بشتغل بالزيت كمان، بعمل كثير ميكست ميديا، يعني بمزج المواد. مثلا في عندي لوحات بشتغلهم مع اويل باستلز فوق الاكريليك. كثير بحب انا، يعني بكتشف، انا عم كل يوم عم بتعلم، عم بكتشف انا لوحدي من خلال شغلي، بلاقي انه هيدا السفر تبعي كل يوم من وراء الفن. بشتغل كمان على يعني مش بس الميديا بيكونوا مختلفين، بس السبورت اللي بستعملهم مختلفين، يعني بقدر ارسم على الكوتن بيبر، بقدر ارسم على الكانفاس اللينن كانفاس، مثل ما برسم على الجوت، على التوال دو جوت. بقى هولي كلهم بيخلوك تكتشفي اشياء وتعبري عن الفن بشكل مختلف، والنتيجة مختلفة كمان يعني لهاللي بينظر لللوحة. وكمان بالنسبة للقياسات، يعني كمان بتشتغلي كتير على القياسات الكبيرة كأنه أكتر؟ ايه بشتغل قياسات كتير كبيرة، يعني بص في عندي لوحات مترين بمترين، في عندي لوحات بثلاث متور، في عندي لوحات صغيرة كمان. بتعرفي أنا مش يعني ما هدفي أرسم على شيء كبير أو شيء صغير، وقت اللي بحس إنه بدي أعبر عن شعور معين بحس فيه بياس معين، فبقرر بس بطريقة عفوية إنه هيدي بدها تنعمل على الكانفاس، تنقول ياسة، تنقول متر ونص بمتر ونص، وبتجي بطريقة عفوية ما بكون فكرت فيها، بس بشوفها هيك وبشتغلها هيك. وبالآخر في تنوع، وهل هو شيء منيح، لأنه كل واحد بيقدر ينقي هاللي بده اياه، وعنده هيك نوعيه مختلفه بالقياسات وبالميديا، بس دائما التعبير اللي انا بشتغل فيه هو التجريد. اكيد هون كمان بتشوفي الوان، بتعلمي كمان، بعدك عم بتعلمي كمان هلا فن ورسم؟ هلا مخففه كثير صراحه، يعني عم بعلم يعني كيف بدي اقول لك، وقتها بحس انه عن جد في تلميذ بده عنده موهبه قويه كثير، ما بقدر اقول له لا، لانه بحس انه انا عندي هالميشن اذا بديك انه علمه، بس ما بقى عندي وقت اعطي صفوف ل 20 تلميذ، اعطي للكبار والصغار يعني من كل الاعمار كنت اعطي، ما بقى عندي وقت، لان هذا كان يعبي لي كل اسبوعي، وهلا ما بقى فيه، لانه شغلي بيتطلب كثير وقت وتعب جسدي، لانه كثير لك اللوحات كبيرة، وبديك تنطري تتنشف أول طبقة تتعملي تاني طبقة، وبديك يعني أنه هذا كله بيتطلب وقت، وما بقى عم بلحق كتير. وكم لوحة رح يتم نقلة أو تم نقلة كمان مع دكتور توني كرم إلى بيوريا؟
صاروا هونيك كل اللوحات. انا عندي شي 8 لوحات من بينات كبار واصغر. في اللوحه الرئيسيه اللي نقوها للبوستر للمعرض اللي هي على يعني على البوستر اللي عم بيودي هي لوحتي نقول إياها هني. أنا ما كنت عارفة إنه راح ينقوها بس حسيت أن رسالة حب ورسالة صراحة هي قلب فيه كتير ألوان بقى. هذا كان كمان يعني شيء بيعطي هيك أمل. هول اللوحات حيكونوا موجودين مبدئياً هونيك مع عدد. أنا بس بالنسبة لإلي إن شاء الله تكون لوحة واحدة أو 8 لوحات. مهم إنه قدرت أشترك قدرت تكون موجودة معهم هونيك. هذا الشيء كتير حلو وبيخليني يعني عن جد تكون فخورة إني من بين هالفن. أنا من يعني الفنانين الكبار هاللي موجودين هن هاللي بيخلوني أفتخر بشغلهم إنه أنا معهم. هون كمان الحلو انه راح يكون في اوكشن فاذا كمان والفند ريزنج تبعه راح يرجع كل البروسيدز تبعه مثل ما قلنا لمستشفى رزق للايو ميديكال سنتر ان شاء الله لحتى يغطوا للاسف يعني الاضرار الكبيره اللي تعرضت لها المستشفى العام الماضي ايضا وخاصه الطاقم الطبي. يعني هون كمان الحلو انه الهدف نبيل والهدف طبي 100% راح يكون لكل هالاشخاص اللي بيمس الحاجه لهالموضوع. بالختام ايضا بدي لك مبروك على اطلاقك الويب سايت تبعيتك كمان مؤخرا. شفته اكيد وهون نحن سعداء لانه بصير العالم يتعرفوا اكثر على اعمالك من خلال الويب سايت لانه نعرف انه كل شيء صار اونلاين بالنهايه بهالسنوات. خلص الويب سايت تبعي قديم يعني صار له فتره بس هلا جددته وانبسطت انه اطلق هلا بهالفتره اللي قبل المشاركه بالمعرض واللوحات موجودين ومثل ما قلت كمان انه الهدف هو سامي والهدف هو انساني بس قد ايه حلو انه من وراء الفن نقدر نوصل على هالهدف الانساني والمساعده من بعد اللي صار. هيدي قوه الفن وهيدي قوه المحركه الفنيه كلها على بعضها ان كان بالموسيقى او بالمنحوتات او بالرسم او بالتصوير. نعم صحيح نحن بنتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله اكيد زينه بهالمعرض المقبل وايضا بكل المعارض اللي جايه وان شاء الله مثل ما قلنا رح يكون عندنا متابعه كامله وتغطيه كامله لهالمعرض اللي رح يصير ببيوريا وهو فرام بيوريا تو لبنان مثل ما قلنا وكله رح يكون فيه يعني مجموعه كثير كبيره من الفنون من اللوحات من المنحوتات من حتى بالنسبه للفيلم المتعلق ببيروت دي افترماث وايضا من العرض الموسيقي المهم جدا اللي رح يكون لدكتور توني كرم. اهلا وسهلا فيك وشكرا لك زينه. شكرا غيدا لاستضافتك ولمتابعتك معنا بتشكرك كثير. اهلا وسهلا فيك. هيدا اقل ما يمكن اكيد كل شيء بيرجع الى لبنان وخاصه للفنانين الكبار تبعون لبنان وتسليط الضوء عليهم هيدا اقل شيء بقدر اعمله. هيدا شيء بفرحني وبكبر لي قلبي كثير. اهلا وسهلا فيك ولكل اللي حابين يحضروا هاللقاء مع الفنانه والرسامه زينه نادر اكيد بدعيكم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل لالي وانا بشوفكم بلقاء جديد.